بالحقيقة أنا تخرجت من المدرسة في 74. الوالد رحمة الله عليه ألح علي أن أنا لازم أكمل دراستي خارج البحرين، إلا أنه هو في ذاك الوقت ريال كبير في السن، وأخوي الله يرحمه كان خارج البحرين بعد يدرس، وبعدين لما رجع التحق بوزارة الخارجية. أنا لما شفت الوالد الحقيقة تعبان رفضت الدراسة الخارج ومسكت ويا الوالد العمل، رغم أنه هو كان رافض، إلا أن لما بديت العمل وياه حاولت أن أنا أطور من المهنة هذه اللي هي صناعة الحلوى، والحين ما شاء الله الأولاد هم بعد ماسكين وياي. ابتديت أودي أنقل الحلوى في سيارة اللي هو البيك أب، أنقلها من المحرق إلى المنامة، إلى أن بالتدريج إلى أن الوالد شافني أنا قد المسؤولية وخلاني أنا المسؤول الأول والأخير عن هاي الشغلة. أول شغلتنا بس الحلوى فقط، الآن ننتج أمور كثيرة، يعني حتى الحلوى نفسها ما أصبحت الحلوى الأولية، موجودة الأولية موجودة، بس دخلنا حلوى بالحليب، حلوى بالتين، حلوى بالمشمش، حلوى بالزعفران، حلوى بالجزر، أصبحت الآن أنواع الحلويات كثيرة، الموز، التفاح، دخلنا موضوع المربى، نصنع المربى، نصنع الحلاوة الطحينية، نصنع الله يسلمك شغلة هندية اسمها المتاي، يعني البساكيت بأنواعها، الإنتاج الآن كبير، يعني أول كان العمال اللي موجودين 5 عمال، الآن العمال موجودين فوق 150 عامل، يعني طبعاً أول ما كانت في إدارة، الحين في إدارة موظفين بحرينيين ومكاتب، يعني الشغلة ليست ببسيطة مثل ما ينظر لها الآخرين. في عندنا إداريين، في محاسبة، في ناس تدقق على الحلويات اللي نسويها، لازم أنا أجربها يومياً. من كذي صار عندي السكر من كذي صار عندي السكر، فشغلة كبيرة كبيرة. والله أنا أفرح لما أشوف لما إنتاجنا يوصل إلى بلد ثاني ويجيني اتصال يقولون لي بيض الله وجهك على الشغلة اللي عطيتني إياها، الحقيقة هذه أنا وايد يفرحني ويحزنني لما يروحون مكان آخر يحمل اسم شويطر ويأخذون الحلوة ويروحون برا ويقولون انت عطيتنا، ويتصلون عقوب يقولون عطيتنا شغلة مبعدلة من الفرع الفلاني، أقول لهم ممكن تصورون لي العلبة، يصورون العلبة ويطرشونها لي، أقول لهم شوفوا الاسم. فهاي شيء يحزنني إن في محلات تجارية تحمل اسم شويطر، للأسف اللي يشتغلون ولا لهم شغلة في هالأمور دي كلها. هذه بالحقيقة أنا وايد تأثر فيني في أدائي في العمل، يعني والله أول سيارة أمتلكها، إيه أول سيارة أمتلكها الله يرحم والدي شراها لي، يعني وأنا عمري لا يتعدى 18 سنة، يعني هذه بالحقيقة يعني أفرحتني الكثير، يعني فعلا أن أنا فرحت. دي كان أفضل. إيه نعم، يعني حسيت أن الدنيا ما بتشيل ما تشيلني لكن الحين طبعا السيارات هذه عادي الواحد يأخذها. أتذكر يعني في 86 في افتتاح الجسر، كان ثاني يوم من افتتاح الجسر، جسر الملك فهد، كانت مبيعاتنا في ذاك اليوم أتذكرها لأن أنا كنت اللي أدير الموضوع حوالي 40,000 دينار، فهذه وايد فرحني، فرحت
انه يعني كانت المبيعات وصلت في يوم الافتتاح الجسر او نهار ثاني إن لاول مره يتحصل ان المبيعات توصل. اتذكر ان العمال اللي عندنا اشتغلوا 24 ساعه في هذا اليوم، 24 ساعه اشتغلون، يعني شيء الحقيقه فرحت فيه. في هذا الوقت اكبر مشهد ألمني وحزني وفاة الله يرحمه المرحوم الشيخ خليفة بن سلمان الله يرحمه، كبير، شيء كبير جدا. يعني هو الأب، الأخ، الصديق، العزيز، يعني هو اللي يوصل وهو اللي يستمع. كان يستمع ماذا شنو في خاطرك داخل ويستمع للناس. الله يرحمه ويغفر له. والله انه يا اخي كنت احمل له ساعات ملفات من رسائل الناس، والحقيقه ان يعني الله يرحمه ويغفر له انه دائما يلبي حاجيات الناس، يعني رحمه الله عليه. انا بالحقيقه لما الناس تيني تشتكي في بعض مشاكلهم احلها انا بروحي، ويعني أنا إذا ما ترشحت في أي مكان لأني أحس إن أنا يكفي علي المكان، حب الناس، ومكتبي ما ينصك مثل ما إحنا صدقناه الحين. مكتبي مفتوح على طول، وأي وقت أي واحد يدش، وما قط أنا طلع من عندي واحد خايب. يعني شيء أقدر عليه أنا أسوي، واللي ما أقدر عليه أواصله حق الجهة المعنية. يعني والحمد لله الإنسان إيش بياخذ في هالدنيا، الحمد لله رب العالمين. مثل ما تفضلت أنت، أنا أشعر بسعادة لأن أهل محرق وأهل البحرين يحبوني حقيقة. ولما أروح أنا مكان معين صدقني، يعني شوف أنا أتحاشى أن أدش مطعم وفي ناس تعرفني، أتحاشى أن أدش في مكان وشخص يعرف، لأن ما يخلوني أدفع، هذه مشكلة بعد. حياتك مقيدة. إيه الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الناس تعرفني، وأنا بالحقيقة أشكر أهل البحرين وأهل محرق الخاص على محبتهم لي حقيقة، مو مجاملة، إنما هذا واقع. يعني الآن أنا المحل عندنا إحنا من ضمن البرنامج السياحي، السياح اللي يجون في البحرين يجون هني. حتى حصلت أنا مشكلة في عند السياح، سوينا الفنايل الخاصة، فقاموا الأجانب لما يشرب فنيال القهوة ياخذ الفنيال معه. فاحنا قلنا زين، بعد الموضوع زين، قمنا نكتب يعني حلويات حسين محمد شويطه، بس شفناها تكلفه على المدى البعيد. ان كل واحد بياخذ له فنيال وبيطلع، على المدى البعيد تكلفه كبيره مو سهله، لان انا اجيب الفنايل من الصين. فوقفناها. يعني شوف، هذا طال عمرك من ضمن البرنامج السياحي، لا اميل حق المكافآت، أنا أحب أن أسوي عمل تطوعي من عندي علشان أجتهد فيه، علشان ما يقولون والله إحنا أنت تأخذ كذا سويت، أو يعطونك مكافأة كذا أنت سويت. شوف أنا اشتغلت في غرفة تجارة البحرين في لجنة من اللجان، فاكتشفت بعدين إنه يعطوننا على كل اجتماع 50 دينار. ليش 50 دينار؟ هل إحنا نستحقها هذه؟ ما نستحقها، إحنا مشاكلين. فطلعت عنهم، يعني أنا بايا اجتماع، أجلس اجتماع لمدة ساعات ولا في نتيجة أصلا. يعني ما خطينا خطوات إيجابية حق إن إحنا ناخذ المكافأة ذي. البحرين شيء عود كبير في نفسي. البحرين هي العين وهي القلب وهي كل شيء. البحرين
المحرر على هذه أم يعني أمي ثانية محرر. هذه محرر اللي أنا لا يمكن أستغنى عنها. يعني أكون مبالغ لو قلت لك إن أنا إذا طلعت من المحرر يصير عندي شوق إن أنا أرجع له بأسرع ما يمكن. يا أخي العزيز، أنا من أوصل على الجسر، من أوصل على الجسر حتى الجو يتغير علي، حتى الجو يتغير علي، يعني حتى الأكسجين اللي أخذه أحس إنه هو غير، يعني شيء غريب. إحنا ما نرضى على شيء اسمه المحرق. يعني شوف الحين فريق المحرق، صحيح إنه هو فريق في هذا الموسم، لكن قلبنا على نادي محرق، رغم أنه في أندية، يعني في نادي البحرين، نادي الحالة، نادي الحد، نادي أندية فيه، لكن نميل حق المحرق علشان يحمل اسم المحرق. كان أقول لك هو علاقتي وياه أبوية أخوية، تربطني وياه مودة خاصة جدا. والله ابتدت من 2003، طبعا من قبل فيه، بس المودة هذه والمحبة هذه ابتدت من 2003. الله يرحمه ويغفر له، كان هو بالنسبة لي أنا كل شيء، الأب والأخ والصديق، المستمع لي والمستمع لشكاوي الناس. يعني خلنا أقول لك قصة. أنا كنت جايب له أنا عصاتين هدية من عندي، كنت برا على البحرين، فلما جبتهم في نفس اليوم اللي وصلت فيه البحرين سقطت هني في الشارع، طحت وانكسرت ريلي. والله يا أخي إن نهار ثاني استخبر وصل له خبر إن أنا طايح في الشارع هني ومنكسر ريلي. يعني الساعة 10 الصبح يعني المكتب هني يزورني، وهذه الصورة كالدليل، العصاتين أكوا في يده، وتحتي أنا العصا الثالثة اللي ريلي مكسورة. شوف يعني يزورني هني شخصيا، يتحمد لي السلامة. يعني الريال هذا أنا لا يمكن أنساه. وهذه الصورة الأخيرة اللي بيني وبينه في قبل لا يسافر يروح ألمانيا، هم بعد ياني هني يسلم علي، بيروح للعلاج. هي السفرة اللي هي سفرها ما قبل الأخيرة، هو رأي نعم راح وعقب رد، يعني الله يرحمه ويغفر له.